تلك المشاهد لواقعة اختطاف طفل بمحافظة الغربية أثارت الرأي العام بعد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي. المشاهد رغم صعوبتها فإن أجهزة وزارة الداخلية جاء ردها سريعا وحاسما وبصورة أثلجت صدور المصريين الذين تعاطفوا معه واعتبروه ابنا لهم. كنت بفتح الدكان بتاعنا، أول بقى كنت لسه برفع الباب لقيت العربية جت وقفت مرة واحدة، ولسه بطلع الاستند لقيتهم جه شالوني وحطوني في العربية وخدوني وجروا، وبعدين وقفنا شوية وبعدين ركبوني عربية تاني، وبعدين قعدوني كده في بيت على الطوب الأحمر، وبعدين كلموا بابا وقالوا عايزين 2 مليون. بدأت أولى خطوات البحث من خلال تحليل ما رصدته كاميرات المراقبة في موقع الحادث، إلا أن الجناة إمعانا في إخفاء معالم الجريمة قاموا بإحراق السيارة المستخدمة في الواقعة، لكن ذلك لم يقف عائقا أمام جهود البحث التي اتسمت بالاحترافية الكبيرة، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع خطوط سير الجناة، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط من واقعة الاختطاف في الوصول إلى مكان اختفاء الجناة، ونجحت في ضبطهم وتحريره سالما. قالوا لي اطمن ابنك هيكون في حضنك، بصراحة ما سابونيش، بمعاملة كويسة، بيتعاملوا معايا كأن أخ بالظبط وأهل، وتعاملوا إن هو ابنهم مش ابني، وفعلا وعدهم وأوفوا بصراحة، والحمد لله ابن الجالي بفضل ربنا الأولا ثم وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين. فقد أعاد تحرير الطفل المختطف البسمة لأهله وسكان مدينة المحلة الكبرى الذين روعهم مشهد الاختطاف، كما أعربوا عن ثقتهم في الأجهزة الأمنية وجاهزيتها الكبيرة. وشفت طبعا فرحة الأهالي بيه، طبعا هو ابنهم، وبشكرهم، بشكر رجال الأمن لأن هم كلهم من أكبرهم لأصغرهم طمنوني وقالوا لي ما تقلقش. تمت عملية تحرير الطفل الغربي المختطف بنجاح، ليتبدد الخوف إلى طمأنينة وأمان وثقة وفخر بالأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية أمن الوطن بكل احترافية ويقظة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستدامة. ويتأكد لكل مواطن أن هناك من يحرسه ويسهر على راحته وحمايته ليأمن على نفسه وماله دون خوف.